بالرغم من أن مباراة شبيبة الصورة وأهل البرجة كانت شكلية ولا تهم الفريقان، إلا أنها كانت على العكس من ذلك بالنسبة لأنصار الصورة الذين كانوا على موعد مع توديع مدلل شبيبة بالجلالي الذي كان اللقاءه هو الأخير له مع الفريق، كما كانت الفرصة لتكريم بعض اللاعبين إلى جانب المدرب ألا ميشيل ورئيس النادي السابق محمد زرواطية الذي ناب عنه نجله الصغير بسبب تواجده خارج الولاية، وهي مبادرة شكر وعرفان على الأنصار للاعبي شبيبة ومسيرها. بالمناسبة الحي الأنصار اللي كرمونا اليوم وبالأخص عائلة السالكي، وبالمناسبة نهنى الأخ بن جلالي اللي راه على أبواب الاحتراف، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. مباراة البرج وإن كانت شكلية إلا أنها لم تمنع رفقاء بالجلالي من تقديم مباراة في المستوى أكرم من خلالها الضيوف برباعية نظيفة قبل أن تأتي اللحظة الحاسمة حين غادر بالجلالي أرضية الميدان تاركا مكانه لزميله برباري، أين لم يتمالك اللاعب نفسه وبدأ يذرف الدموع وهو يرى كل جماهير الشبيبة تقف لتصفق عليه قبل أن يصطف اللاعبين لتوديعه، كما فضل رئيس لجنة الأنصار إبراهيم رحال أن يخصه بتكريم صغير بعد نهاية اللقاء.